ولد المسيح، هاليلوليا. العبادة ترتبط مباشرة بالميل الفني لدى الإنسان، لذلك نجد تراتيلنا البيزنطية تلائم الحاجة الروحية المناسبة لمعنى العيد الخاصة به، فنجد تراتيل الميلاد تركز على الميلاد الداخلي لتحقق البشارة الحقيقية بولادة قلوبنا من جديد، فنعترف بالنعمة ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان. يا يسوع، أنت الذي حررتنا من أسر الطبيعة البشرية، فقدست أحشاء العذراء مريم بولادتك منها، المجد لك. والآن لنستمع إلى جوقتنا الحبيبة وتراتيل الميلاد بقيادة المرتل الأول دكتور رامي سماوي. للعالم لأن الساجدين للكاوى
هذا الذي رفض أن يمجد منذ مولده، رفض كل أنواع النعيم ليبدأ بأهم مفهوم لحياة المسيحية، مفهوم التواضع. بدأ بمذود للبهائم، وهنالك قبل بأن يولد ولم يكن للمكان أيته أهمية، لكن الهم الوحيد هو أن يخلص من يحبهم من عبودية الموت ومن عبودية الشيطان ومن عبودية الكبرياء والتكبر. هذا هو رب المجد في مغارة وضيعة، ولد لتأسيس مبدأ سام ألا وهو التواضع. وبالحب لفتت
بشرها يا يوسف بقول صريح، داود الملك وجد المسيح، بمعجزة البتول التي سوف تلد. حمل الله الفصح المحي أثم حواء وآدم ورنم له المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتف، يا من رفع شأننا قدوس أنت يا رب. أيها المسيح المسبى لقد خرج قاضب من أصلي قدرتك يا رب. عظم يا نفسي من يكرم قدرا وارفع مجدا من الأجناد العلوية. إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا، المغارة سماء والبتول عرشا شيروبيميا، والمذود محلا شريفا الذي اتكى
البتول. إن المجوس لما شاهدوا كوكبا جديدا وغريبا ظاهرا بغتة سائرا سيرا مدهشا يفوق كواكب السماء ضياء استدلوا منه على المسيح الملك مولودا على الأرض في بيت لحم من أجل خلاصنا. عظمي يا نفسي يا الملك المولود في مغارة. إن المجوس قالوا أين الصبي الملك المولود جديدا الذي ظهر نجمه. فإننا إنما أتينا لنسجد له فهيرودس المحارب لله القرار وأخذ يسار بحمقة لقتل المسيح. الإله المسجود له من المجوس. إن هيرودس تحقق من المجوس عن زمن الكوكب الذي بإرشاده اهتدى إلى بيت لحم ليسود بالهدايا للمسيح الذي أرشده. فرجعوا إلى بلادهم مؤمنين هيرودس قتل الأطفال الردي ساخرين كل الوعود وكل تنبؤات العهد القديم قد تمت بملء الزمان عندما أرسل الله ابنه الوحيد ليكون. ولكن لما أرسل الله ابنه الوحيد؟ هل لنحتفل بتذكاره ونزين الشجر ونلبس الحلل الجديدة؟ طبعا لا. وإن كانت الآن أرسل الله ابنه الوحيد ليحل للعالم ولنخلص نحن أنفسنا من، وكان هذا المبدأ الثاني الذي تجسد من أجله المسيح وهو المحبة. لأن السيد المسيح لما أتى بمبادئ خارجة عن قدرة البشر ولكن جاء ليعلمنا كيف نحب القريبنا حبنا لنفسنا. سبحوا اسم Hallelujah.
تسبيحاته هاليلويا. سبحوا ورتلوا له، حدثوا بجميع عجائبه هاليلويا. قولوا لله ما رب عملك هاليلويا. لتفرح السماوات ولتتهلل للأرض، ليرتج البحر وكل ما فيه هاليلويا. سبحوا الله رتلوا لاسمه، مهدوا الطريق للركب على المغارب هاليلويا. أرسل الرب خلاصا لشعبه، اسمه قدوس ومرغوب هاليلويا. هلموا صيون يقول وإنسان ولد فيها هاليلويا. بهي في الحسن أفضل من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتي هاليلويا. من صيون حسن بهاء جمالي هاليلويا. السماء وفي الأرض وكل ما شاء صنع هاليلويا. لمراحمك يا رب سبحوا إلى الأبد، وأخبر في فمي بحبك إلى جيل وجيل هاليلويا. قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، وأمانتك في السماوات راسخة هاليلويا. وعدوني أنت وابي إلهي ونصير خلاصي هاليلويا. حلف الرب ولم يندم هاليلويا. أنت الكائن إلى الدار على ترتيب ملك صادق هاليلويا. الرب قال لي أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك هاليلويا.
وعلمت الكل كيف تكون المحبة، ولكن طلبت من أتيت من أجلهم أن يجددوا نفوسهم بما علمتنا، أن نجدد نفوسنا ونخلع التكبر بالتواضع، وعلمتنا أن نحب بدلا من أن نكره ونحسد ونشتهي، علمتنا أن نخلع الإنسان العتيق ونلبس الإنسان الجديد، علمتنا أن نكون واحد كما أنت والآب واحد، وبذلك تكتب أسماء البشر ويحدث اكتتاب المسكونة بمن قبلوك وقبلتهم في ملكوتك. Thank you.
قوته. افرحوا أيها الصديقون ويا سماوات ابتهجي، وتهللي يا جبال بميلاد المسيح. البتول جالسة مماثلة الشروبين، حاملة في أحضانها إلى الكلمة متجسدة، الرعاة للمولود يمجد، والمجوس للسيد يقربون الهدايا، والملائكة يسبحون حائلي. أيها الرب المحجوب عن الإدراك المجهولا، سبحوا على مقدرتي، سبحوا بحسب كثرة عظمته. الآب سر مرتضيا، الكلمة صار جسدا، والبتول ولدت إلى متأنسا، الكوكب يبشر والمجوس يسجد، الرعاة يتعجب والخليقة تبتهج. المجد للآب والابن القدس.
يسوع المحيي ونكرم جميعا ميلادك إذ خلصتنا به من الفساد. إياك نعظم يا يسوع الملك من في مدود البهائم الضجع وأعطتنا من البهيميات. إياك نعظم يا يسوع الإله متجسدا كطفل من البتول في المغارة يا خالق الجميع. فقد فتحت عدن ويا أفراثة هيئي للخلاص إذ تجدد آدم وحواء. النجم يسير هديان المجوس إلى الرب شمس البر في بيت لحم بشرى الخلاص للنفوس. أعظمك من أدرجت في أقليطات المغارة كي تهيئ لدفنك يا يسوع وتقيم جبلتي من السقوط. مثال الصورة التي شوهتها بخطيئتي فأعدت لي جبلتي. إذ رأى المجوس النور الشارق من قبل الأزل يشرق من العذراء أعظمك من أدرجت في أقميطات المغارة كي تهيئ لدفنك يا يسوع وتقيم جبلتي من السقوط. Oh, the man.
بداية نرحب بالأب طارق حجازين والشماس حازم النمري، أهلا وسهلا. عندما نعد أنفسنا ببداية جديدة نكون في الميلاد. عندما نرمي بعض التفاصيل البالية من حياتنا نكون في الميلاد. عندما نشعر إننا قد تخطينا عائقاً أو حائطاً وانكشف لنا امتداداً جديداً نكون في الميلاد. فليس في العيد يكمن ميلادنا بل في ذلك الإقدام. والآن مع كلمة لسعادة القنصل فخري السيد سامر قعوار، فليتفضل مشكور. مساء الخير وميلاد مجيد. بداية أحب أشكر راعي الكنيسة المبجل وجميع الأباء، عطوفة رئيس البلدية والحضور شيخنا الكريم، الأباء والشماس والحضور الكريم. أنا مش محضر حالي أحكي كلمة، ولكن شرف لي اليوم أني أكون بيناتكم. واسمحوا لي أرحب فيكم جميعا، وباسمي ونيابة عنكم جميعا أشكر جوقة رقاد السيدة العذراء على هذا الحفل الكريم والحفل الرائع. بالحقيقة الشعار نرتل لنصلي، ولكن بعتقد بصلاتكم عمالكم تعكسوا تاريخنا وجذورنا في هذه المنطقة وفي هذا الأرض، كما بصوتكم عم بتأكدوا على دورنا ووجودنا في هذا المشرق ورسالة عمان الكريمة لنبني معا يدا بيد مع أخواننا في الوطن، هذا الوطن، ولنبقى في المشرق رمز لهذه الديانة ولهذه الحضارة. بصوتكم اليوم عمالنا نصدر رسالة عمان، رسالة عمان من المفرق العزيز حزام الوطن، الذي بعتقد هذا العام برعاية دولة رئيس الوزراء يوم أمس أضاء الشجرة من المفرق، فالمفرق هذا العام هي نجمة العيد في الأردن. واليوم عمالنا نكمل احتفالاتنا بإضاءة الشجرة معا جميعا لنرسل هذه الرسالة أيضا للعالم كلياته، ونأكد على وجودنا هون، وإن شاء الله يكون هذا العيد عيد خير، عيد سلام على الوطن وعلى جميع العالم، لتبقى الأردن هي رمز العيش المشترك، رمز الوحدة الوطنية، وليبقى جميعا نعمل تحت رعاية جلالة سيدنا حامل المقدسات الإسلامية والمسيحية. كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا جميعا. شكرا لكم. سعادة القنصل على هذه الكلمة. بعد أن خطفت العقول وأسرت القلوب وقبل أن يقرع جرس المغادرة، لنا هذه الوقفة مع دكتور رامي سماوي. الله يمسيكم الجميع بالخير. يعني أنا من الناس اللي ما بحب أكتب وأحكي من ورق، لكن الفرحة اللي موجودة في قلبي اليوم هي اللي راح تحكي وراح توصل الرسالة اللي موجودة عندي لكم جميعا. هو ذا ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، وشو اللي أجمل من هيك؟ طبعا هذا الكلام اللي حكاه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لكن شو في أجمل كمان من أنه يكون موجود معنا سعادة القنصل ورئيس بلدية أم جمال؟ يعني خلال فترة بسيطة تعرفت عليه، لكن المحبة اللي موجودة من شخصه الكريم إلنا شيء أنا بحياتي ما شفته. وشوفي أجمل من كمان يكون معنا شيخنا وحبيبنا ووجيهنا بالمفرق الشيخ أبو نواش. وهالوجوه الطيبة هاي الموجودة من أباء ومن جميعكم شيء مفخرة، وأنا بفتخر لهالوجود اللي معنا بهاي الأمسية. كلكم تعرفوا جوقة رقاد السيدة العذراء، جوقة أسست سنة 1999. هذول الشباب اللي كانوا واقفين قدامكم بلشوا من أعمار شي 9 سنوات، شي 10 سنوات، شي 11 سنة و15 سنة. هلأ زي ما أنتم شايفينهم قدامكم شباب مخلصين جامعات، نفتخر كلياتنا فيهم. كان همهم الوحيد وهدفهم الوحيد هو خدمة ربنا، ورفعوا شعار كلياتكم يمكن شفتوه على اللوحة قدامكم: نحن نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل. في فرق كبير بين الجملتين.
نحن وجودنا ووقفتنا قدامكم اليوم مش لهدف إبراز الذات ولا حتى نشوف حالنا، بالعكس الهدف من الوجود والصلاة هي رفع التسبيح لرب المجد دائما. تأسست هالجوقة طبعا أبونا ديمتريوس كان معطينا الضوء الأخضر، عمره ما عطى الضوء الأحمر حتى نوقف، دائما الضوء الأخضر حتى نشتغل. وشو ما بدكم كان مسخر وتفضلوا في سبيل رفع شأن ربنا، لأنه باللغة السياسية خلينا نحكي إحنا سفراء عم نوصل كلمة، فهاي الكلمة كان هو اللي فاتح لنا الطريق إلها حتى توصل. تأسست الجوقة وكبرت زي ما أنتم شايفينها بمحبتكم وبدعمكم لحد ما وصلت للي هي عليه الآن. بعديها حبينا إنه نسوي تفرع صغير من هالجوقة حتى ننشئ كشافة رقاد السيدة العذراء. هي متابعة إدارياً للجوقة، لكنها خلال فترة بسيطة احتمال كبير أنها تصير مستقلة على الشغل اللي عم تشتغله، اللي خلال فترة أشهر بسيطة بنعمة ربنا وببركة أبونا وبجهود هالشباب وصلوا لطريقة احترافية بالعزف. ويمكن مبارح بأم جمال يعني طلعوا عن جهدهم الشباب بإبداع غير موصوف، هلأ كمان راح تشوفوهم. اشتغلوا كمان الشباب على حالهم وبدعمكم المادي والمعنوي راح تشوفوا هلأ الإنجاز اللي هم وصلوا له، وكل هذا الإشي لأنه هدفنا وإيدنا وشغلنا كلياته واحد، هو نعمة ربنا وتسبيح ربنا دائما. مش راح أطول عليكم أكثر ولا راح أحكي بمعاني عيد الميلاد، لأنه بإنصاتكم إلنا الرائع اليوم كانت هالتراتيل كلياتها بتوصل مفاهيم التجسد الإلهي وكيف وجود المسيح بيننا. فالتراتيل اللي كانت موجودة هي شرح وهي وعظة عن مجيء السيد المسيح. بدي أرجع أتشكركم مرة ثانية لسعادة القنصل، لسعادة رئيس بلدية أم جمال، ولشيخنا الحبيب الجليل اللي أنا كثير بعزه وبجله يعني، للأباء وللشماس كل الشكر، وإلكم ولمحبتكم. تحملتوا هالبرد اليوم، شوي بردها قاسي شرقية، وجودكم معنا كان كثير فرح إلنا. كمان مرة كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى هالبلد وعجلات الملك بكل صحة وسلامة يا رب. كل عام وانتم بخير.